قبل ما غادي نبداو لا فيديو جبت لكم واحد الخدمه فهاد الشركه. هذه شركه دوليه، هاد المره جبت لكم شركه دوليه، غنخلي لكم الرابط ديالها في الخانه ديال المعلومات البنات. دخلوا الخانه ديال المعلومات غتدخلوا نيشان داك لوليا، هو اللي غيعطيكم جميع المعلومات وغيسجل لكم وغيفسر لكم كل شيء. اي حاجه ما فهمتوهاش هو غيفسرها لكم. هاد الشركه هذه هي شركه دوليه يلا فتحات في المغرب ومحتاجه بزاف ديال الناس يخدموا معاها، فما تفلتوش هاد الفرصه. مازال ما حد مازال البيبان مفتوحين. الناس اللي كيخدموا معاها راه ما غتحتاجوا لا باك لا مستوى دراسي لا لغه. غتقولي صفاء كيفاش اختي دوليه وما تحش اللغه؟ ايه اختي، لان فتحات فرع في المغرب والبيع والشراء ديالها ما غديريش كاتك وتخرجي تطحي ليا في الزنقه. البيع والشراء ديالها غير من التليفون اولا من البيسي. غادي تبيع وتشري غير من التليفون اولا من البيسي، وخدمه يعني تجاره الكترونيه 100%. فاش كنقول لكم 100% راها 100%. عندها صاليرات شهريه، هاد الصاليرات هادو كيبداو من 20,000 درهم. نخلي لكم هنا التصاور وخدامين معاهم حتى ممثلين فنانين مؤثرين مغنيين هكا اللي خدامين معاهم البنات، دايرينها فوق فهمتي بحال تنقولوا خضره فوق طعام، خدمه فوق خدمه، لان صاليرها زوين. وكما قلت لكم الصالير ديالها الشهري ابتداء من 20,000 درهم. جوج المليون، جوج المليون صعيب صعيب اختي نقولوها، غير بيناتنا راه صعيبه ماشي سهله. وهنايا تخدمي اختي، هزه التليفون هزه، فنوضي خدمي على راسك وديري هاد الخطوه وما تقوليش لا ما كاينش. كاينه اختي، انا حطيت لك التصاور ديال الفنانين راني حطيتهم لك شوفيهم، ماشي خدمه كذوب وماشي خدمه تفليه، راه الناس خدموا وكيدخلوا 5 المليون وانا كنعرفهم شخصيا. فالبنات اللي عندهم مع التليفون والخدمه عمر اختي وقتك، جالسه جالسه خويا جالس جالس عمر وقتك وخدم على راسك. والرابط غنخلي لكم لتحت، نوضوا اختي وخدموا على راسكم والله يسهل عليكم كاملين. فاش خدام راجلي الزواج فيه لو ريسك وكتندمي صافي، تتوصل لواحد المرحله تيقول لك يا انا يا الخدمه، اولا اكبر خلطه تخلصتها. بينك وبين عائله الراجل ديما كيكون هلو لا فامي، كنتمنى تكونوا مزيانين اموركم هانيه. دونك بغيت اليوم نجاوبكم على بعض الاسئله اللي كيتطرحوا، وفي نفس الوقت نبدلو حتى المود ديال لي فلوغ ديال ميكاب الى اخره، نقصو مع بعضياتنا وتقربوا لبعضياتنا ونهضروا اكثر. فبقاو معايا، كاين بزاف ديال الاسئله اللي كيتطرحوا واللي كنسمع عليا انا، وكنت حطيت لكم في ستوري كما قلت لكم كنت حطيت لكم ستوري في انستغرام وكانوا بزاف ديال الاسئله، هزيت منهم واحد البعض وغادي نقولهم لكم دابا. فبقاو معايا وما تمشيو في اول سؤال واللي تطرح بكثره قوليه لنا اختي. واش حامله؟ السؤال ديال واش حامله كان جا واحد لا فيديو حطيت بلونسومبل اورانج، تلقاوها في ماباج انستغرام وتلقاوها في تيك توك. كانت بانت ليا الكريشه، فاللي بغيت نقول لكم البنات انا راه الكرش مازال عندي، يعني الا شفتوني في شي بوست ما عنديش كرش راني غادي ندخلها، باش ما تمشيوش غالطين ولا حسبكم درت شي حاجه باش دخلات. مازال عندي الكرش ديال الحماله ولقيت صعوبه باش نحيدها، سورتو سيزاريان، سورتو انا كانت عندي الكرش قبل ما نحمل وتزادت ليا بالحماله وتزادت ليا فاش ولدت، راه ما يمكنش. فانا الكرش مازال ليا وما حامله ما والو اختي، وليدي باقي صغير وما كنفكرش بتاتا والله القسم، تنقول زعما باركه عليا هي وليد واحد سورتو دابا لان الوقت صعابت نفسانيا ولا كلشي كلشي كلشي، حتى المورال ما كيبقاش عندك باش. انا راه غير ولد واحد وفريمون سخسخت. ثاني اللي هو كيفاش وليتي تايقه في راسك؟ فهذا خاصو فيديو بوحديته، ولان غنطرقوا فيه بزاف ديال الحوايج. غير اللي بغيت نقول لكم انه الا ما تقتيش انت في راسك شكون يثق فيك؟ شكون يعطيك قيمه؟ شكون؟ دونك خاصك انت تكوني كتبغي راسك، خاصك انت تكوني ثقه في راسك. علاش ما تثقش في راسي؟ علاش يعني شنو؟ مادام انني غاده في طريق مستقيمه ما كنادي حتى واحد وما كنغلط ما والو، فعلاش ما نكونش ثقه في راسي؟ ثقه في راسي وكنبغي راسي وقابله براسي كيف ما انا. وصافي انا وصلت لواحد النيفو ديال ما بقاش كيهمني الهضره ديال الناس ولا الاراء ديال الناس ولا واش نعجب شي حد ولا ما نعجبوش، بغيني كيف ما انا، ما غنبدلش على قبلك والله ما نبدل شي حاجه. دونك انا وصلت لهذا النيفو، دونك ما غنبدلش شي حاجه على قبلك حتى في خدمتي. تخيلوا حتى في خدمتي اللي بغيتي انا هي اللي كتكون، فما كتنازلش. كنت داك الانسان اللي كتنازل، ديك الانسان اللي كتخدم العاطفه اكثر، ما وليتش انسانه دابا حاليا كنفكر كنخدم العقل اكثر، ما بقيتش كنخدم كاع العاطفه ولا هذه. صافي نيشان نيشان نيشان، بغيتي ما بغيتيش الله يعاون.
فهاد القضيه هذه خاصكم تخدموها مع بزاف ديال الناس، وخاصك تفرضي راسك، وخاصك تكون عندك كلمه. و فكما قلت لكم فرضي راسك وتكون عندك كلمه وثقي في راسك، لان لما تختيش انت في راسك راه لونطوغاج اللي داير بك ما غيثقش فيك، مادام انت ما عطيتيش قيمه لراسك وانت ما تيقاش في راسك سي نورمال حتى واحد ما يثق فيك. سؤال ثالث، واش ندمت على الزواج؟ فاش غنقول لكم بالنسبه للزواج، بزاف انا كنلاحظ ان البنات خالعهم الزواج. كما قلت لكم انا كنلاحظ على ان البنات خالعهم الزواج بزاف وكيخافوا منه بزاف. فالزواج راه عادي عادي صافي، انت واحد الانسان كتلاقاو تفاهمتوا الله يسخر، ما تفاهمتوش الله يهون، حاجه طبيعيه حاجه نورمال صافي. وكيشوفوا على ان تطلق اكثر وكيقولوا انا زعما طلق اكثر، لا طلق راه كانت شحال هادي، غير شحال هادي ما كانش السوشيال ميديا ما كناش كنساقوا الاخبار، مين نعرفوا واش التلفازه تهضرنا على الطلاق سو مين نعرفوا، ما كنعرفوش. غير هو الزواج ما تحاوليش تعيشي ليا الافلام ديما تنقولها لكم، وحاولي تعيشي لافي اللي عشتها امك وباك ديال الصبر، ديال شي كيهبط شي كيطلع، فهمتي؟ الزواج دير هكا الا بغيتي، وما تقلديش وما تقارنيش، ما تحاوليش تعيشي العيشه اللي عايشاها فلانه، عيشي داكشي اللي قسم لك الله. وتلاقيتي مع واحد ولد الناس اللي باغ اكزومبل خدام، فهمتي خدام مزيان عنده ان سالير، مي خاصكم تكافوا لان الوقت صعب دابا، خاصكم تكافوا، ما يمكنش انت تقي عليه فلانه شرات انا شري لي، ولا فلانه عندها انا عندي. داكشي ديال السوشيال ميديا كله كذوب، انا خدامه فيه وانا كنقول لكم لانني انا معاشراهم كله كذوب. وكي ديجا كما قلت لكم ديك المره كيكون راجلها خدام معاها في السوشيال ميديا، دونك تيكونوا خدامين على داك الحاجه، واش فهمتوا؟ ماشي بحال السيد كيكون قيال كيضرب في تماره طالع هابط خدام واقف كدا هذا، وتجي في الاخر تقول له بغيت نشري فوندو تان داير 900 درهم، شكون انت؟ واش فهمتي تقدري باغي تشري فوندو تان 900 درهم؟ جمعي ليه كل مره شيطي هذه، مره خدي هذه، مره شيطي هذه، مره خدي هذه، واحد النهار غادي يسهل الله وغادي تشري داكشي اللي انت باغاه. واش فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ يعني الزواج صبر، زواج صبر، ولكن الصبر في حدود، ما تصبريش على شي حوايج ما يمكنش الانسان يصبر عليهم باش تقيم مسميه مزوجه. كبيدات غادي ندوزو سؤال اخر اللي تطرح بزاف، وهذا كان ناض من واحد اللايف، كانت تجبدات هاد الهضره من واحد اللايف و غادي نهضر فيه انا، اللي هو واش بصح راجلك منعك على السوشيال ميديا اولا قال لك شي حاجه على السوشيال ميديا اولا اولا اولا. ففي داك اللايف كانوا البنات فهموني غلط، اللي غادي نوضح لكم انه راجلي ما كاينلاش يقول لي حيدي السوشيال ميديا، لانه انا خدامه خدمه نقيه، ما كان اديت واحد، ما كنتعرى، ما كنصور مع دراري، ما كان فهمتوا انا خدمتي حدوديه حتى مع البنات، راكم كتشوفوني ما كنكونش مع البنات، دونك بوحديتي خدامه بوحديتي، الا تلاقيت كنتلاقى صاحبتي هويام وكنرجع بحالاتي صافي. يعني ما شحال من ديبلاسمون كيجيني بارفوا ما كنخدمش فيه، ماشي زعما على راجلي ولا هذا، صافي عليا انا صافي كنقول ليست طومبي ولا هذا. ولكن يعني ما عمرني بصراحه الله ما عمر راجلي ما جا قال لي صفاء ديك الحاجه ما ديريهاش اولا حبسي عليا هذه الخدمه اولا، لا لان ولد الناس عرفني بديك الخدمه في الاول. دونك انا اون فوا جا عمر واقترح عليا الزواج، جلست انا وياه اطابل قسما بالله، جلسنا في الطابله وقلت له عمر شوف انا الحجاب غنديرو نهار غنقتنع به، واخا جو سي انه فريضه مي غادي نديرو نهار غادي نقتنع به، يعني ما كنقولش ما غنديروش، مي غادي نديرو نهار غنقتنع به. خدمتي ما غاديش نحبسها لان خدمتي هذيك وعرفتيني بها، يعني الا كنتي باغيني على لو فون ديالي مرحبا، كنتي باغي وحده جالسه في الدار ما كتخدم ما كدير والو، تخدمك انت وتخدم لك الدار وتقابل لك الوليدات، الله يسهل عليك صافي هكا. يعني قلت له كلشي اطاب وهكا احسن، لان فاش تتقاو كاين شحال من وحده كدير هاد الغلط كتقول لك تتزوج به ونوريه، اش غتوريه؟ اش غتوريه؟ ما عندك ما توريه ديك الساعات، صافي كلشي اطاب في الاول، بغيني كيف ما انا اولا الله يسخر لك الامور صافي اختي. والسؤال المطروح بشده وبكثره هو صفاء شحال كتخلصي؟ فانا ما غاديش نقول لكم لا ما كنتخلاش اولا يوتيوب ما فيهش الفلوس، يوتيوب فيه فلوس، وشحال ما خدمتي شحال ما كتاخدي اكثر، فماشي زعما نقول لك لا ما كاينش فلوس ما كاينش خلصه، لا خدمي على راسك غادي تدخلي مدخول، المدخول كيكون شهري، يعني شحال ما بارطاجيتي شحال ما كيكون مزيان، وشحال ما كيكون عدد المشاهدات اكثر شحال ما كيكون مدخول اكثر.
زايد انا كل مره وشنو فهمتوا، مره كيكونوا راكم كتشوفوا القناه، مره كيكون المشاهدات طالعه، مره كيكون المشاهدات متوسطه. انا دابا حاليا عندي مشكل في اليوتيوب، هو انه ماشي كلشي كيتوصل بلي فيديو ديالي، فكاين اللي كيوصلوه كاين اللي ما كيوصلوهش، كاين اللي كيقول لي صافا غبرتي وانا ما غابلاش انا كنحط. فهذا مشكل جاي من يوتيوب ديال داك الجرس، دونك عافاكم البنات من هذا الميني بار، غادي نقول لكم فعلوا الجرس عافاكم. فكما قلت لكم مره كتوصل لك، تقدر توصل لك مثلا 5000 درهم، تقدر توصل لك 6000 درهم، 10000 درهم، 8000 درهم، 3000 درهم، شوفي على حسب. شوفي يوتيوب قد ما خدمتي قد ما كتخلصي. زائد كيكون مدخول من الاشهارات، يعني انا كنخدم اشهارات، الخدمه ديالي هي كندير الاشهارات لي مارك، يعني دي كولابوراسيون، كيوصلوني منتجات. واكيد ما كنبارطاجيش معكم اي حاجه قسما بالله البنات، وهي مشاهده. يلا كنا كنهضروا في هذا الموضوع، قسما بالله شحال من واحد ما خدمتش معاه، وشحال من واحد رديت له فلوسه، وشحال من واحد جربت البرودوي ديالو وما عجبنيش ورديت له فلوسه. قسما بالله البنات، الا قبل ما كنشارك معكم الحاجه كنكون متيقنه منها. انا نقول لكم علاش، ابار على المتابعين، لان انا عندي عائلتي، تقدر تاخذ خالتي ديك الحاجه، تقدر تاخذ بنت خالتي ديك الحاجه، يعني تقدر تاخذ ماما تاخذ بلا ما تقول لي ديك الحاجه وتكون هي خايبه وتضرها. فما كنقدرش نبارطاجي معكم شي حاجه اللي غادي تضركم قسما بالله. يعني انا ما كتهمنيش الفلوس قد ما كتهمني المصداقيه، وكيهمني وجهي. غادي نحاول نطرق لهذا الموضوع اللي هو صفاء، فاش خدام راجلك او شنو كيدير راجلك او فالبنات. انا راجلي نهار تزوجنا بيان سو عرفتو خدام، الله يسهل عليه في خدمته، وانا الله يسهل عليا في خدمتي. ما كنبغيش نهضر عليه وما كنبغيش علاش، لان انا عمر ما كنشاركوش معايا كيف ما كتشوفوا، يعني كنبارطاجي شي حويجات خفيفين مثلا خارجين، ما كنشاركش، يعني المحتوى ديالي ما فيهش راجلي، انا وراجلي، اولا صفاء فاميلي فلوغ، اولا صفاء عمر فلوغ، اولا يعني صفاء بيوتي. انا راجلي كنبارطاجي غير هكا مره مع الناس اللي كيعرفوني وكنعرفهم، باش ما يقولكش امام مجوجات ولا غير كتكذبي ولا، يعني كنشارك شي حويجات، لكن ما كنبغيش نتطرق لحياته الخاصه. هذيك حياته الخاصه، امتى نقدر نشارك؟ نهار يبغي عمر يبدا يصور معايا، نهار يبغي يدخل معايا في هذا الدومين غادي نبدا نبارطاجي. لكن انا محترمه الراي ديالو، انا ما كرهتش يبقى يصور معايا عمر، وبالعكس لي فيو غادي يتزادوا، وغادي نبقاو نديروا دي كونتوني زوينين، كونتوني جداد، خريجات، نسافر اونصوم، نبارطاجي شحال من حاجه، تشالنج هذا. ولكن هو ما بغاش، قال لك انا عندي خدمتي وانت عندك خدمتك، الله يسهل عليك والله يسهل عليا، خليني بعيد. ما كيبغيش يصور معايا بزاف، وانا محترمه هذا الشيء، وهذيك حياته الخاصه. فكيف ما قلت لكم ماشي زعما مخبعه عليكم اولا حتى شي حاجه من هذا الشيء. كيف ما قلت لكم انا غير عليه هو، باش ما يتجبدليش معاه الصداع، واكيد نتوما تبغيولي اختي الصداع معاه، هاويل خليونا اختي مزقين. انا مطروح ايضا اللي هو واش ندبز مع عائلة راجلك، علاش ما كتخليش ولدك لعجوزتك، علاش 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 ما كتجيش عندك عجوزتك، علاش ما كتمشيش انت عند عجوزتك، وبزاف ديال الحوايج. فكبيدات انا عائلة راجلي الله يعمرها دار، ببات راجلي، بخواتات وبخوت، والله يعمرها دار، باش ما نكذبش الله يعمرها دار. صراحه ما عندي مشكل مع حتى شي واحد، كنمشي عندهم كيجيو عندي، كنخرج مجموعين اي حاجه اي حاجه اي حاجه، غير هو ما نقدرش البنات، الناس بعادي، عائلة راجلي بعيده على السوشيال ميديا، فما نقدرش انا نجي ونقول لكم فوالا ها هما شوفوهم بالسيف، ولا شوفوهم صحه، ولا ما نقدرش، مادام هما ما كيبانوش. تخيلوا ما عندهمش حتى دي كونت انستغرام حاطين فيهم تصاورهم، حتى البنات ولا الدراري، واش فهمتوا؟ فما نقدرش ما نقدرش صعيب عليا انني نجي ونقول لهم فوالا ها هما، واش فهمتوا؟ صافي العائلة راجلي انا وياهم فاهمين، انا وياهم مزيانين، وماشي كل مره نبقى نقول لكم بنات انا غاده، بنات اولدي داي راجلي داي ولدي عند دارهم، ها شنو شنو، صافي داك الشيء كيبقى عائلي وكيبقى بيناتنا. وعائلة راجلي انا كنحترمهم والله يعمرها دار، وكيحترموني ودايريني فوق راسهم الصراحه، والاحترام والتعامل واي حاجه، والله القسم البنات ما كنكذبش عليكم ولا كنجاملهم، انا ما عنديش مع داك الشيء، انا انسانه لقيت الخير في داك ولد الناس وفي عائلته، راني نموت معاهم، ما لقيتش الخير اولا شفت شي حاجه ما عجبتنيش راني كنمشي بحالي، انا هكا طبعي هكا داير، انا فهمتوا، يعني ما نعرفش نكذب ولا نافق ولا صافي، كاين ما كاينش ما كاينش. كما قلت لكم الله يعمرها دار، والاحترام الاحترام الاحترام هو اللي كيخلي العلاقه تمشي، كنتجمعوا كنضحكوا كنطوبوا كنقصروا كنديروا اي حاجه، ولكن باحترام، في نطاق الاحترام. هذا ما كان كبدات والدي، هنا دايرهم بحال والدي الصراحه، ما تخيلوا وشي مره عمر ما كيمشيش عند امه، تنقول له نوض سير عند امك، ما تقوليش عيان، سير شوف امك كي دايره،
عيط لباك قسما بالله ولو كان هنا يكذبني. عيط لباك تعامل مع خوتك مزيان. كاين خوه صغير تنقول له وياك شفتي غلط ما تضربوش، هضر مع اخوك، جلس مع اخوك وشرح لخوك وقول له ديك الطريقه راه شنو شنو، اولا شتي جلس مع شي ناس خايبين هضر بحال هكا. لكن باش نعمروا على دارهم ولا دوك ماشي في عيب بنات الناس وماشي في عيب بنات المقصلين. وانا جو سوي كونط المراه، واخا يكون كاع عندك مشكل مع عائله الراجل ما نشدش انا الراجل نعمرو، علاش؟ لان عندي وليداتي، غيجي واحد النهار كلشي غيتقلب عليا وداك الكاس اللي ذوقته من دوك الدار من دوك العائله غيذوقوني منه ولادي، انا متاكده. فاللهم اختي حتى نفسي وتربيتي ما تعطينيش ندير داك الفعايل. فكبدات حاولت انني نجاوبكم على بعض الاسئله، وكنتمنى الا كان عندكم اسئله واحده اخرين ان شاء الله فيديو الجاي نجاوبكم عليهم. وقولوا لي في الكومونتير المواضيع اللي كتبغوني نناقشهم معكم، انا عندي مواضيع بزاف ولكن ما كنبغيش نكثر عليكم الهضره وهذا، ولكن قولوا لي المواضيع اللي نتوما كتبغيوني نناقش معكم ونهضر معكم. وهذا ما كان الفيديو ديالنا، كانت هي هذه، وكنبغيكم بزاف بزاف، وكنتمنى من كل قلبي نكون خفيفه ظريفه عليكم، وكنبغيكم نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.